السلام عليكم. وصلنا إلى المثال الثالث من أنظمة الـ IPC اللي هي الـ Inter Process Communications، واللي هو يتحدث عن نظام تشغيل الويندوز. هنا عندنا نظام تشغيل أو الويندوز يستخدم ما يسمى بالـ Advanced Local Procedure Call LPC Facility لعملية المسج باسنج أو تمرير الرسائل بين العمليات. وطبعا يعمل فقط في الـ يعني only works between the processes on the same system، يعمل فقط بين العمليات في نفس النظام، أي أنه لا يمكن استخدام الـ Advanced LPC لتبادل الرسائل بين عمليات موجودة في أنظمة مختلفة. يستخدم البورتات مثل الميل بوكس لإستابليش يعني لتأسيس وصيانة روابط الاتصالات. الاتصالات بين العمليات تجري بالخطوات التالية: أولا the client opens a handle to the subsystems اللي هو connection port object، يعني الكلاينت اللي هي العملية التي تطلب الخدمة تقوم بفتح ما يسمى بالهاندل في السب سيستم اللي هو يسمى بالكونكشن بورت او اللي هو رابط الاتصال. الكلاينت بعد ذلك تقوم بارسال الكونكشن ريكوست اللي هو طلب اتصال. السيرفر راح يقوم بانشاء تو برايفت كوميونيكيشن بورتس، يعني يقوم بانشاء رابطي او منافذ اتصالات اثنين مستقله عن بعضها البعض، احدها يكون للكلاينت والاخر يكون للسيرفر، ويقوم بارجاع الهاندل لواحد من هذه الكلاينتس. يعني الكلاينت اند سيرفر يوز ذا كورسبوندينج بورت هاندل تو سيند مسج اور كول باكس اند لسن فور ريبلايز. يعني الكلاينت والسيرفر راح تقوم باستخدام البورتات او المنافذ الخاصه بكل منها لارسال الرسائل او الردود او الاصغاء الى الردود من الطرف الاخر. هذا طبعا هذا المخطط يعني او هذه العمليه يوضحها المخطط التالي. نفترض انه لدينا اثنين عمليات، واحده من عندنا نسميها الكلاينت والاخرى نسميها السيرفر. الكلاينت هو العملية التي تقوم بطلب الخدمة من الطرف الآخر، يعني على خلاف كل العمليات اللي كنا نتحدث عنها سابقا اللي هي كانت من نوع البروديوسر كونسيومر. كان البروديوسر هو الذي يقوم بتوليد بيانات معينة يتم استهلاكها من قبل الكونسيومر. بهذه الحالة بالنسبة للويندوز ينظر إليها من نظرة أخرى، بحيث أنه لدينا عملية معينة اللي هي كلاينت تقوم بطلب خدمة اللي هي كونكشن ريكوست، تقوم بالبداية بطلب اتصال عن طريق استخدام الكونكشن بورت اللي هو رابط أو منفذ الاتصال، واللي يعني يقوم بعد ذلك بإنشاء ما يسمى بالهاندل للسيرفر. السيرفر بعد ذلك يقوم بإنشاء كلاينت كوميونيكيشن بورت وسيرفر كوميونيكيشن بورت، اللي هو يعني منفذ اتصالات السيرفر ومنفذ اتصالات الكلاينت، كل منهما يقوم بالاتصال بعمليته من خلال استخدام ايضا الهاندل. وايضا ستكون هناك لدينا ما يسمى بالشيرد سكشن اوبجكت اللي هي شيرد ميموري او البفر اللي ذكرناها سابقا، واللي حجمها لا يزيد عن 256 بايت، يعني اقل او يساوي 256 بايت. هذه هي فقط يعني العمليات اللوكال بروسيجر كول الموجوده في الويندوز. لحد الان كل اللي شرحناه هو كان اتصال بين العمليات في نفس النظام في نفس الحاسوب. الاتصالات يعني بمفهومها العام يعني تكون اوسع واكبر من هذا الشيء، بحيث انه يمكن ان تكون بين كلاينت سيرفر سيستمز، يعني بين العمليات الموجوده في الانظمه المتعدده. من اجل الاتصالات بين الكلاينت سيرفر سيستمز نحتاج يعني او يتم تطبيق او تنفيذ احد هذه الاربع انواع اللي هي السوكيتس او الريموت بروسيجر كولز البايبس والريموت ميثود انفوكيشن. الريموت ميثود انفوكيشن هذه خاصه بالجافا فقط، واللي طبعا يعني ما راح يتم الحديث عنها في السلايدات، ولكنه موجود عليها سكشن كامل في الكتاب. السوكت هو يعني ترجمتها الحرفيه هي المقبس، او مثل مقبس الكهرباء، يعني المكان الذي يوضع فيه الكابل الكهرباء. في الشبكات يعرف او في انظمه التشغيل يعرف السوكت على انه هو الاند بوينت اوف كوميونيكيشن، اللي هو نقطه نهايه الاتصال. لكي يعني نقوم بتعريفه بشكل اكثر تفصيلا، هو عباره عن concatenation of IP address and port number، اللي هو عباره عن تجمع ل IP address، عنوان IP address ورقم المنفذ. طبعا البورت نمبر اللي هو indicates the start of the message packet to differentiate network services on the host. هنا يرد السؤال انه ليش نحتاج البورت نمبر؟ ليش يعني ما نستخدم فقط الاي بي ادرس؟ لانه قد يكون لدينا حاسبه واحده يعني تمتلك اي بي ادرس واحد، تقوم بارسال عده رسائل من عده عمليات الى عده عمليات اخرى في حاسوب اخر، وبالتالي لتمييز العمليات بعضها عن البعض الاخر، لتمييز الرسائل ومن اين جاءت، ولتمييز خدمات الشبكات بعضها عن البعض الاخر، نستخدم البورت نمبر. بحيث احنا نعرف انه يعني البورت نمبر الخاص بال HTTP هو يختلف عن البورت نمبر الخاص بال FTP، يختلف عن البورت نمبر الخاص بالـ TCP أو الـ IP والـ UDP وغيرها. مثلاً إذا كان لدينا سوكت اللي هي 161.25.19.8 ثم بعد ذلك نقطتين 1625، هذا راح يشير إلى أنه إحنا نستخدم المنفذ 1625 والهوست اللي هو العنوان الـ IP address الخاص به هو هذا هو الرقم. Communication consists between pairs of sockets، طبعاً هنا يعني الاتصالات تجري بين زوج من المقابس.
كل البورتات اللي هي رقمها أقل من 1024 هي تعتبر well known، يعني هي يعني هذه معروفة مسبقا، تستخدم لعمليات أو بروتوكولات أو خوارزميات معروفة أصلا. أما اللي تسموها الستاندرد سيرفيسز اللي هي الخدمات القياسية الموجودة في الشبكة، أي شيء ما بين ال 1024 وال 65000 هذه فقط هي البورتات اللي يمكن تخصيصها لأي عملية، بحيث أنه احنا إذا كنا نريد برمجة في التطبيق للشبكة وكنا نريد أنه يستخدم في بورت معين، نستطيع استخدام أي بورت أكثر من ال 1024، ولكن ما نستطيع نستخدم البورتات اللي هي أقل، يعني أقل من 1024، لأنه هذه يتم عادة استخدامها من قبل الشركات للخدمات الخاصة بها. Special IP Address طبعا نعرف احنا Loopback تيست اللي هو 127.0.0.1، هذا يستخدم لي او للاشاره الى النظام الذي يحتوي على العمليه نفسها، يعني اللي هو هذا اللوب باك، يعني مجرد نفس الاي بي اللي هو يعني لوكال هوست. هنا نلاحظ انه يعني مثلا اذا كان لدينا حاسبه تمتلك السوكت هذا اللي هو 146.86.25 والبورت نمبر هذا هو، وتريد الاتصال بحاسبه اخرى، هذا مثلا الهوست اكس، وهنا الويب سيرفر مثلا، هنا راح يكون هذا الكلاينت وهذا راح يكون السيرفر. هنا نلاحظ انه لانه هو ويب سيرفر لانه يستخدم اتش تي تي بي، يعني راح يستخدم البورت نمبر 80 وهكذا. يعني هنا السوكتس في الجافا مثلا يقول هناك لدينا ثلاث انواع من السوكتس، اللي هي كونكشن اورينتد اللي هو يعني الاتصال يعني الاوثنتيك اللي هو من نوع تي سي بي اللي هو يكون موثوق، يعني هناك عملية الريترانسميشن اذا حصل اي خلل في الرسالة اثناء الارسال يتم عملية اعادة ارسالها. وكذلك لدينا ما يسمى بالكونكشن ليس اللي هو اليو دي بي اليوزر داتا جرام بروتوكول، واللي هي ليس فيها عمليه الريترانسميشن وليس فيها عمليه ايرور كوركشن وغيرها. النوع الثالث من انواع السوكتس اللي هو المالتي كاست سوكتس. المالتي كاست اللي هو يعني شيء ما بين اليونيكاست والبرودكاست. اليونيكاست هو ارسال من واحد الى واحد، البرودكاست هو ارسال من حاسب واحد او من بروسس واحده الى كل العمليات او الحواسيب في الشبكه. المالتي كاست هو الارسال البيانات الى مجموعه محدده من الحواسيب او الاجهزه او البروسيسز في الشبكه. طبعا consider this date server، هذا طبعا هنا عندنا فد سيرفر اللي هو فقط يستخدم لتوفير خدمه الديت اللي هو التاريخ للكلاينتس المتصله به بلغه الجافا. طبعا ايضا import java dot network dot anything، import java dot input output dot anything، public class data server، هذا هنا اسم الكلاس اللي راح يعني نعرفه، public static void main string args، هذه ثابتة يعني في الجافا، try and catch، هذه طبعا يعني أغلب البرامج المكتوبة في نظم التشغيل أو في لغات البرمجة الحديثة عادة تكون بتقنية try catch، لأنه نقوم بوضع الكود الرئيسي يعني في داخل try اللي هو إذا كانت كل شيء تمام، والcatch يستخدم فقط لعرض رسالة خطأ للمستخدم إذا كان هناك أي خطأ من نوع، يعني أي نوع من أنواع الخطأ في تنفيذ الكود. هنا نلاحظ انه سيرفر سوكيت سميناها سوكيت، سوينا نيو سيرفر سوكيت اعطيناها يعني هذا البورت نمبر. ناو لسن فور كونكشنز وايل ترو، يعني طالما يعني هذا طبعا انديفاينايت لوب يعني يعمل دائما. سوكيت كلاينت سوينا سوكيت دوت اكسبت، برنت رايتر بي اوت سوينا نيو برنت رايتر اوف كلاينت دوت جيت اوتبوت ستريم ترو، رايت ذا داتا تو ذا سوكيت، هنا وضع البيانات في السوكيت انه هو هي مجرد نفسها عمليه البي اوت دوت برنت لاين نيو جافا دوت يوتيل دوت ديت دوت تو سترينج، هنا فقط يقوم باستدعاء الديت اللي هو التاريخ ويحوله الى سترينج لكي يتم كتابته للمستخدم يعني او للكلاينت الذي يطلب هذا الشيء. كلوز ذا سوكيت اند ريسيوم listening فور كونكشنز، هنا مجرد انه كلاينت دوت كلوز، هذه كلها اذا تتم يعني العمليه في يعني لتزويد الكلاينتس بالديت اللي هو التاريخ. اذا تم كل شيء تمام هذا الكود راح يتم تنفيذه، بخلافه يعني otherwise catch input output exception IOE اللي هو system.error.println IOE اللي هو يعني input output exception، هناك خطا في الاتصال او خطا في انظمه الادخال والاخراج الخاصه بهذا الحاسوب. النوع الآخر من أنواع الاتصالات بين العمليات في بيئة الشبكة هو ما يسمى بالريموت بروسيجر كولز اللي هو يعني استدعاء إجراء بعيد، واللي هو عادة يعني يستخدم لاستدعاء فد فانكشن أو كلاس موجود في حاسوب آخر من قبل حاسوب الكلاينت، يعني لطلب فد شيء معين موجود في السيرفر. ريموت بروسيجر كول اللي هو RPC هو abstract بروسيجر كولز between processes on networked systems، هو يقوم باختصار استدعاء الاجراءات او العمليات بين العمليات يعني في انظمه الشبكات. Again use ports for service differentiation، ايضا يستخدم البورتات
للتمييز بين الخدمات المختلفة. أيضا يستخدم ما يسمى بالستب اللي هو الكلاينت سايد بروكسي فور ذا اكتشوال بروسيجر اون ذا سيرفر، مجرد يعني كود صغير يعبر عن البروسيجر في جهة السيرفر. The client side stub locates the server and marshals the parameters. يعني الستب اللي هو الكود الصغير اللي تحدثنا عنه اللي موجود في طرف الكلاينت راح يقوم بتحديد مكان السيرفر ويقوم بنقل البارامترات اليه، يعني لكي يقوم السيرفر باجراء العمليات الحسابيه ثم ارجاع النتائج الى الكلاينت. The server side stub receives the message. يعني الستب الخاص بجهه السيرفر يقوم باستلام الرساله، يقوم بفتحها يعني unpack it، يعني فتح الضغط ويعني قراءه البارامترات، إجراء البروسيجر المطلوب في جهة السيرفر، ثم بعد ذلك يقوم بإرجاع النتائج إلى الكلاينت. في الويندوز الستب كود كومبايل فروم سبيسيفيكيشن ريتن ان مايكروسوفت انترفيس ديفينيشن لانجويج. يعني في الويندوز يتم عملية الكومبايليشن للستب كود باستخدام ما يسمى بالمايكروسوفت انترفيس ديفينيشن لانجويج. هذه طبعا لغة خاصة موجودة فقط يعني تستخدم في الويندوز لأنه هي مطورة من قبل مايكروسوفت. الداتا ريبريزنتيشن عادة يعني تمثيل البيانات يتم استخدام يعني يتم من خلال استخدام الاكسترنال داتا ريبريزنتيشن XDL، هذا لكي يعني يمنع المشاكل التي تحصل بسبب ديفرنت اركيتكتشرز. يعني اذا كان هناك أنظمة تشغيل مختلفة تقوم بالاتصال فيما بينها او معماريات مختلفة للحواسيب، فاستخدام الاكسترنال داتا ريبريزنتيشن راح يمنع لنا المشاكل التي تحصل بسبب اختلاف المعماريات، وكذلك المشاكل بسبب البيج انديان والليتل انديان. البيج انديان والليتل انديان هذه مشكله موجوده يعني من ايام يعني بدايه اللوجيكال ديزاين. عاده البيانات عندما يتم ارسالها في الشبكه ترسل بشكل سيريالي او سيكوينشالي بشكل تسلسلي، فعاده نحن نعرف انه البيانات هي عباره عن سلسله اصفار ووحدات. فالبيج انديان مثلا يقوم بارسال البيانات ابتداء من اليمين الى اليسار، يعني البيانات اللي هي سلسله اصفار ووحدات يبدا من اليمين لليسار، Little Endian يبدأ من اليسار إلى اليمين أو بالعكس، يعني ما أتذكر بالضبط، بس هذه تسبب لنا الكثير من المشاكل في الأنظمة الأخرى. يعني مثلا إذا كان لدينا حاسبة هي من نوع البيج إنديان وقامت بإرسال بياناتها اللي هي سلسلة أصفار ووحدات إلى حاسبة أخرى هي تقرأها بطريقة Little Endian اللي هي تقرأها يعني من الطرف الآخر، فهذه راح تسبب يعني خلل كبير جدا في فهم البيانات بين الحواسيب. استخدام الاكسترنال داتا ريبريزنتيشن راح يحل لنا هذه المشكلة، وبالتالي راح الأنظمة المختلفة حتى وإن كانت Big Endian أو Little Endian راح تستخدم هذا الفورمات اللي هو القياسي أو الستاندرد اللي راح يمنع عنا هذه المشاكل. The remote connections has more failure scenarios than the locals. يعني مثل ما هو معروف الاتصال بالحواسيب البعيدة عبر بيئة الشبكة سواء كانت سلكية أو لا سلكية بمختلف أنواع الاتصالات راح يحتوي على مقدار أكبر من الفشل أو الخلل مما هو موجود في الحاسوب الواحد. يعني إذا كان هناك بيانات مرسلة ما بين الهارد والرام في الحاسوب الواحد، هذا الشيء راح يعني نادرا ما تكون هناك مشاكل في الرسائل المرسلة والمستقبلة ويعني خلل في فهمها، في حين عند إرسال أي نوع من أنواع الرسائل بين أي نظامين حاسوب في العالم مهما كانت الشبكة موثوقة فإن هناك احتماليات خلل وفشل ويعني عطب في الرسالة ويعني خلل في قراءتها مما يستدعي إعادة الإرسال أكثر من مرة. يعني هذا الشيء موجود يعني في كل أنواع الاتصالات، وبالتالي فالمسجز كان بي ديليفرد اكزاكتلي وانس راذر ذان ات موست وانس. يعني الرساله يجب ان يتم يعني ارسالها او يعني ايصالها الى الهدف اكزاكتلي وانس، يعني مره واحده بالضبط وليس على الاكثر مره واحده، اي انه اذا لم يتم استقبالها بشكل صحيح في المره الاولى يجب ان نقوم باستخدام ما يسمى بالريترانسميشن اللي هو اعاده الارسال. Operating systems typically مثل ما ذكرنا provides the rendezvous or the matchmaker service to connect client and server. مثل ما ذكرنا قبل قليل الرندزفوس او الماتش ميكر هو عباره عن اللينك او رابط الاتصال الموجود بين الكلاينت والسيرفر او بين الترانسميتر والريسيفر او بين البروديوسر والكونسيومر، واللي ايضا يعني يتم ادارته من قبل نظام التشغيل والذي هو يقوم بتوفيره للعمليات التي تريد الاتصال ما بين الكلاينت والسيرفر. هنا هذه الاكسكيوشن اوف الار بي سي ريموت بروسيجر كول، هذا في طرف الكلاينت هذا في طرف السيرفر، وهذه الرسائل التي يتم تبادلها. بداية نلاحظ أنه اليوزر يعني يقوم بالاستدعاء الكيرنل لإرسال الـ RPC message to the procedure X. بعد ذلك الكيرنل راح يقوم بإرسال الرسائل إلى الماتشميكر لإيجاد البورت نمبر رقم البورت. هذه الرسائل اللي يتم إرسالها من الكلاينت إلى السيرفر. البورت هو ماتشميكر حاليا إحنا ما نعرف شنو البورت. الرد راح يجينا إلى هذا الأدرس نفسه الخاص بهذا الكلاينت from the RPC X. الماتش ميكر طبعا يستلم الرسالة وينظر يعني يبحث عن الجواب. الماتش ميكر أيضا يقوم بالرد للكلاينت ويعطيه رقم البورت نمبر المطلوب من السيرفر إلى الكلاينت، البورت نمبر
كيرنل، طبعا الكيرنل اللي موجود في السيرفر يقوم بالرد الى الار بي سي اكس، والبورت نمبر هو بي. بعد ذلك الكيرنل راح يقوم باستخدام هذا البورت نمبر في الرساله، ثم يقوم بارسال هذه الرساله الى البورت بي من الكلاينت الى السيرفر باستخدام البورت بي. هذا هو محتوى الرساله، يعني يطلب من السيرفر يعني انجاز وانشاء هذا او يعني تنفيذ هذا الكود في داخل السيرفر. طبعا هنا الموجود الدايمون listening to the port B receives the message، يعني الكود الخاص بهذا البورت بي الموجود في السيرفر راح يستلم هذه الرسالة، راح يقوم بمعالجة الطلب وإرسال النتائج إلى الكلاينت، واللي طبعا راح يقوم ب يعني the kernel receives the reply passes it to the user، يقوم باستلام الأمور المطلوبة وتمريرها إلى المستخدم. يعني هذا الشيء بالضبط يمكن تشبيهه بكل العمليات اللي تحصل بين الكلاينت والسيرفر. يعني إذا قمنا مثلا بفتح متصفح الإنترنت وأردنا يعني كتبنا www.google.com، فلكي نحصل على عنوان الاي بي الخاص بالجوجل والبورت نمبر الخاص بالجوجل والسيرفر اللي موجود في داخل الجوجل، كل هذه العمليات تحصل ما بين الكلاينت اللي هو العمليات الخاصه بنا او يعني الويب براوزر الخاص في حاسوبنا الشخصي، والسيرفر اللي هو يحتوي على موقع جوجل او اي موقع اخر. البايبس اللي هو النوع الاخر من انواع الاتصالات هي تعمل ككوندويت، يعني كانه موصل يسمح بالاتصال بين عمليتين. المشاكل اللي تحصل في البايبس انه هل الاتصال احادي الاتجاه او ثنائي الاتجاه، في حاله كونه ثنائي الاتجاه هل هو فول دبلكس او هالف دبلكس. الهالف دبلكس والفول دبلكس هذه شرحناها احنا في الشبكات اكثر من مره، معناتها هل انه اذا كان الاتصال ثنائي الاتجاه هل يمكن الاتصال في الاتجاهين في نفس الوقت، او يجب ان يكون هناك اتصال في لحظه معينه ثم يعني ارسال في لحظه معينه او الاستقبال في لحظه اخرى. وهذه طبعا يعني ممكن يعني الاطلاع عليها في يعني كورس الشبكات الاكاديمي اللي هو ايضا يعني موجود في القناه، وشرحنا به عن الهالف دوبلكس والفول دوبلكس بشكل كبير جدا. ايضا بالنسبه للبايبس هل يجب ان يكون هناك علاقه بين العمليات التي تتصل فيما بينها من نوع البيرنت تشايلد، يعني هل انه فقط العمليات اللي هي تربطها علاقه بيرنت تشايلد تستطيع الاتصال فيما بينها، او انه اي عمليتين تستطيع عمل ذلك. كذلك هل يمكن ان يتم استخدام البايبس عبر الشبكه او فقط في داخل الحاسوب الواحد؟ هنا تبرز عندنا نوعين من انواع البايبس اللي هو الاوردينري بايبس والنيمد بايبس. الاوردينري بايبس اللي هي البايبس الطبيعيه والتي لا يمكن ان يتم الوصول لها من خارج العمليات التي انشاتها، وبالتالي فانه يجب ان يكون هناك البيرنت بروسيس، يعني العمليه الاب هي التي تقوم بانشاء البايب وتستخدمه للاتصال مع التشايلد بروسيس التي قامت بانشائه. يعني هذه فقط تستخدم في داخل الحاسوب الواحد ومن قبل البيرنت والتشايلد. بالنسبه للنيمد بايبس يمكن ان يتم الوصول لها حتى وان لم يكن هناك علاقه بيرنت وتشايلد. هنا ايضا الاوردينري بايب يرجع يشرحها بشكل اكثر تفصيلا، يذكر بانه الاوردينري بايبس تسمح للاتصالات بين الستاندرد بروديوسر كونسيومر ستايل، يعني بشكل قياسي بين المنتج والمستهلك. البروديوسر يقوم بالكتابه الى وان اند، البروديوسر يقوم بكتابه النتائج في طرف واحد من اطراف البايب اللي هو الانبوب واللي هو طرف الكتابه. الكونسيومر يقوم بالقراءه من الطرف الاخر واللي هو طرف القراءه من البايب او من الانبوب. الordinary pipes are therefore unidirectional، وبالتالي تعتبر يعني هذه الأنابيب الطبيعية تعتبر هي unidirectional أحادية الاتجاه، لأنه فقط يتم الكتابة باتجاه معين والقراءة من الاتجاه الآخر. Require parent-child relationship between the communicating processes، يعني تحتاج أنه تكون هناك علاقة بين يعني علاقة أب وابن بين العمليات التي تحاول الاتصال فيما بينها. في الويندوز يسموها anonymous pipes اللي هو البايبات يعني الغير معروفة أو الغير مسمات. في هناك طبعا ايضا كودات خاصه بالاوردينري بايبس الخاصه باليونكس والويندوز موجوده في التكست بوك يمكن الاطلاع عليها. بالنسبه للنوع الاخر اللي هو النيمد بايبس اللي هي موست باورفول او مور باورفول ذان ذا اوردينري بايبس، هذه تعتبر هي اكثر فعاليه من الاوردينري بايبس لانه الاتصال يكون باي دايركشنال ثنائي الاتجاه، والعلاقه من نوع الاب والابن هي غير ضروريه في هذه الحاله، اي انه كل العمليات تستطيع الاتصال بكل العمليات الاخرى. Several processes can be the named pipes for communication، يعني عدة عمليات يمكن أن تستخدم نفس البايب للاتصالات. أيضا موجودة في اليونكس والويندوز سيستمز، وأيضا مثل ما ذكرنا أنه ما نحتاج parent child processes أو parent child relationship، ممكن هذه العمليات أنه تعمل أيضا في بيئة الشبكة بين أي عمليتين موجودة يعني في أي نظامين، يعني سواء كانت client server أو producer consumer أو transmitter receiver وغيرها. هذا هو كل ما يخص فصل البروسيسز اللي هو الفصل الثالث من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نبدأ نشرح في الفصل الرابع اللي هو الثريدز، اللي هي يعني راح نشوف التعريف أنه هي بروسيس أو جزء من البروسيس. فخليكم يعني، شكرا جزيلا ومع السلامة.